حاجة تخلي الحجر يتكلم. ايه مالك؟ خبطتني رمش. يا اخي بلاش تهريج بلاش تهريج، وتعال نشوف الكيمياء دي اللي عامله زي السبيرتو بتطير في الهواء. يا اخي خلينا هنا في الجو ده قبل ما اطير. يا بخته. هو مين صاحبها يا علي حبيبي القلب اللي نازل مواعيد وكل مره ما يجيش؟ يا اخي بطل بقى بطل. امال جايه في مكان زي ده ليه؟ عشان تشم شويه هوا؟ طبعا كل مره تيجي تستناه وهو ولا هنا، عمال يديها بومبا. رزق لعبد الله بقى. يمكن بتيجي تستريح شويه وتشرب قهوه. قهوه؟ طب انا عليك مش مظبوط. يلا ده انت اللي باين عليك زياده. ساده من فضلك. اتفضل اخويا، فديت نحست القعدة. لكن على مين بقى؟ انا عارف الكلام ده كويس. في حاجة يا فندم؟ أي خدمة ممكن أقوم بيها؟ لا أبدا، بس حاسة إن أنا دايخة أوي وروحي رايحة والدنيا بتلف بيا. والحالة دي بتجيلك كتير؟ أيوه هي بتجيلي كتير. في أي دواء حضرتك بتاخديه ولا حاجة؟ بكل أسف نسيته في البيت. طب اقول للجرسون يجيب لحضرتك ليمون. لا ارجوك بلاش ليمون، احسن يتعبني زياده. طب اسمه ايه الدواء ده وانا اروح اجيبه من اقرب اجزخانه؟ انا متشكره قوي، ما هو موجود في البيت اصلا، مش متوفر. وعلى اي حال انا قربت اتحسن. طب الحمد لله. عربيتي بره. بقول يعني اذا كان حضرتك بتعرف تسوق. ايه اللي اعرف؟ ده انا اسوق سواقه، مفيش كده. انا اسفه قوي اذا كنت بطلب منكم طلب بالشكل ده، ولو اني شايفاكم بتذاكروا مشغولين. لا 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 ابدا، مفيش حاجه قدام ظروف زي دي. معقوله الواحد برضه مننا عرضه لاي شيء؟ حاسب وحصلني. نستأذن حضرتك دلوقتي. الحمد لله بقيت كويسة.
مش ممكن أبدا. هو إيه اللي مش ممكن يا فندم؟ أولا أنا مش عارف أشكركم إزاي على إنسانيتكم دي. يا ريت عملنا حاجة تستاهل، مش كده علي؟ أيوة طبعا. أيوة بس الدنيا بقت ليل ومش معقول تروحوا من غير عربية. لا ما تخافيش، احنا واخدين على الأوتوبيس والشعباطة كمان وساعات ما بيكونش معانا بناخدك عادي. طب احنا مرة رحنا عند أرجوكي تسمحينا دلوقتي. وإذا كان في نمرة التليفون بعد إذنك يعني أخدها عشان أبقى أطمن عليك. أصلك هزيتيني أوي من جوه. تعبت عليك؟ لا هي مش حكاية سكت عليا، إنما هي المرأة طبعها إنسان ضعيف رقيق. هو والحقيقة حضرتك واضح إنك حساسة جدا. بعد إذنك يعني أبقى أطمن عليكي، وإذا عديت من الناحية دي أبقى أعدي عليكي، ها؟ إذا ما كانش فيه مضايقة لحد يعني. لا أبدا. يلا فتح الست بقت كويسة. دلوقتي أخويا يجي وأعرفكم بيه يوصلكم عربيته. هو بيشتغل إيه؟ ضابط بوليس. طب نستأذن بقى. لا يمكن أبدا، ده حبوب خالص وهينبسط منكم قوي من الموقف الشامل اللي وقفتوه معايا. أنا بقول نمشي أحسن. نعم في حاجة علي؟ لا 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 أبدا، بس الحقيقة إن احنا ورانا مذاكرة كتير وهنتأخر. عارفة أصل الكيمياء دي عاملة يا علي يا علي يا حبيبي الهاني مالها ومال الكيمياء؟ ها؟ بعدين بتقولك زمانه جاي هنتعرف عليه ونتكل على الله. البخل بتاعك ده يا علي، مش عايز تشرب عندنا حتى فنجان شاي؟ لا هو بصراحة طب يعني افرضي اخو حضرتك اتأخر. شوف على ما تشربوا الشاي والله جه ما جاش يبقى معي الف سلامة والف شكر. شوف الف والف يبقوا 2000 هننهب. طب اسمعوا انا اروح اعمل لكم الشاي بنفسي، اصل الشغاله واخده اجازه النهارده. عن اذنكم. اتفضلي يا فندم. شايف يا علي؟ ايوه شايف اننا ضيعنا ليله وانتم ما ذكرناش الكيمياء. يا دي الكيمياء يا ابني، خلينا مع الطبيعه. الله، هو انا هنجح لما اشوف الطبيعه ولا لما اذاكر الطبيعه؟ طب عمر ابوك شاف صالون زي ده؟ ها نسيت، صحيح انا نسيت ان الوالد بيحلق في صالون حلاقه. ايه ده انت هتذاكر هنا كمان؟ انا ذاكر في اي حته. بقى بين واحد بالغباوه بتاعتك والتقفيل ده مش ممكن ينجح ابدا. فتحي اتأخرت مش كده؟ يا اخي تلاقيها بتدور على حاجات في المطبخ، مش بتقولك الشغاله في اجازه؟ بعدين دول بقى ولاد ناس، تلاقيها مش عارفه لا السكر فين ولا الشاي فين. ولاد ناس؟ فتحي انت انت مش واخد بالك من حاجه؟ حاجه ايه؟ كل الفيلا دي والقبها وعايشه فيها مع اخوها الظابط وشغاله بس. يا سلام، وهي دي بقى اللي فهمتها لوحدك؟ خينا بقى انا بتكلم جد، دي فيلا كبيره قوي، دي تفصل 10 شقق من شققنا. قر بقى على الناس اللي ما تعرفهمش. انا لا بقر ولا حاجه، انا بس مجرد استفهام. علي اخبطوا معايا من بتوعك تنهد الفيلا يروحوا في العشاء تاني يوم. يلا اخبطها. ولا العربيه؟ يا سلام على العربيه، كان نفسي كده اخد لك صوره وانت سايقها عامل زي سواق الهانم بالظبط. بس ما كانش المفروض تركب معانا، ما كانش لايق ابدا.
انت بالكتير قوي تمسح العربيه وتاخد لك شيلين وتروح. انا متاسفه قوي، معلش اتاخرت عليكم. اتفضلوا على ما تشربوا الشاي اكون غيرت هدوم. ها اتفضلي يا فندم. ايه ايه بقى حكايه تغير هدومها دي كمان؟ باين الحكايه حطها ولا فتحي. شوف احنا نشرب الشاي واول ما توصل نسلم ونمشي. وحكايه اخوها دي ها؟ لا اخوها ولا ابوها. هي يا صحيح حلوه بنت الايدي وزي العسل، ما قلناش حاجه، بس انا قلبي ابتدى يكون. قلبك كلك؟ ما هو ده اللي انا كنت عايز اقوله وخايف من الصبح طول جبان. فتحي طب 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 يلا بينا فتحي، احنا قاعدين بنشرب شاي في بيت ما نعرفوش، مع الست عماله تقعد فينا بالعافيه، وكمان في مكان مهجور. فتحي كل الحاجات دي دوغوشه فتحي. لا اخوها ولا ابوها، وباين فيها لا اخوها ولا ابوها. اه يبقى الحكاية فيها إن يا راجل. لا 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 مفيش حاجة، احنا أولا ما عملناش حاجة وهي كمان ما تعرفناش. أمال هي ماسكة فينا من الصبح كده ليه؟ ها؟ هو ده بقى اللي ابتديت أفكر فيه، شايفه إنه مش طبيعي. لا انا مش ممكن استنى اكتر من كده. اروح عشان تغير هدومها دي كان ممكن تفصلهم في الوقت ده. علي انا خايف تكون النوبه فاجئتها ومغمى عليها في اوضه من الاوض يا علي. او تكون ماتت ولا حصل لها حاجه. والله ممكن. احسن يتهمونا في قتلها وعلني بقى على بال ما نثبت براءتنا. طب يلا نشوفها. تعالي يلا بينا يا ست. انت يا ست مضي علينا. هي اسمها ايه؟ لا احنا حتى ما نعرفش اسمها. طب بينا ندور. يلا بينا يا ست. يا ست انا شايف الاوض كلها مقفله، وكمان انا مش لاقي ولا زرار نور. لا هو فيه بس احنا مش عارفين مكانه. بس علي ده اكيد بيطلعنا على فوق. فتعالى يمكن تكون مرميه في اوضه من الاوض. تعالى تعالى. دي باظة. يعني غيرت هدومها فعلا. ايه ده؟ حتى في النور. السلام عليكم. اهلا، مساء الخير يا حاج. انا كنت جاي راي عندكم. ليه خير؟ هو فتحي مش عندكم؟ لا ابدا، ده احنا فاكرين ان علي عندكم. ازاي الكلام؟ ام علي قال بتقول انهم بيذاكروا في كازينو قريب على النيل. هو في كازينو هناك بتفتح الساعه دي؟ قول هو فيه مذاكره تنفع في الحته دي. طيب بس اما اشوفهم. وانت ازاي توافق ابنك على حاجه زي كده؟ والله ما اعرف الا النهارده. العيال دول باين عليهم هم اللي هيربونا.
بينا نشوفهم في الكازن. يلا يا ابو فتح. فتح ما تسيبنيش يا فتح. ايه ده مقفول. اوضه فتح ده ايه؟ مفيش حرارة كمان. ايه ده؟ ده اتقفل. وكمان مش هتستفيدي مننا اي حاجة عشان احنا ما حلتناش اللعبة. انت سمعانا ولا لا؟ لو كنت سمعت كلامي من الاول وما جيناش هنا كان جرى ايه بس؟ مش انت اللي قلت لي نساعد اخويا ودي غلبانة؟ انا اللي قلت لك؟ على العموم ادي اخره المساعده يا سيدي. احنا وقتيل في اوضه واحده. هي مش عايزه ترد علينا ليه؟ بين ناس ست مجنونه. ولا سفاح؟ هي سفاح وقتلت واحد بس. مين عارف كم واحد قبلينا ودلوقتي احنا اللي علينا الظهور. الساعة بقت اتنين ولسه مجاش. رحت عند خاله ابراهيم وسألت في كل حتة. ورحت ازاي رختي يا ستي؟ قلتلك ما خليتش حتة ما رحتهاش. وسألت عند سمية مرات ابويا. هو ايه بس اللي هيوديه هناك؟ امال هيكون راح فين بس يا ربي؟ مش احنا اصحابه في كل حتة سوا؟ كنت عايزني اقولك ما جيش معاك. خلاص خليك راجل وتحمل المسؤولية. أنا راجل غصب عنك. أمال مالك هتنهار كده؟ أبدا ولا هنهار ولا حاجة. أنا بس ما كنتش عارف إن أنت تفكيرك مش سليم ودايما تقول لي يا غبي وطلعت أنت اللي غبي. طب بس اسكت اسكت خلينا نفكر هنشوف هنعمل إيه. ما أنت بقالك ثلاث ساعات عمال تقول لي هفكر هتصرف وأديك ولا بتتصرف ولا بتفكر. اتصرف أنت يا أبو العريف. ليه بقى؟ هو أنا اللي غرقتك؟ ما يعني انا اللي غرقتك وضيعتني جنبك كمان. شوف اهو انت طلعت كمان اهو. بعد كده انا مش عايز اعرفك. وخلاص يا اخويا هو احنا هنتقابل بعد كده تاني يا غبي؟ انا اللي غبي يا دهل؟ لا
بقول لك ايه؟ مش عايز طولة لسان. يعني يا نشيل اي حاجة ونكسر بيها الباب. ازاي؟ قوم بس. مش قايل. ابعت ايدك. واحد يخرج وواحد يستنى. بتكلمي جد؟ ايوه طبعا بكلم جد. طب مين؟ شوفوا انتوا بقى. فتحي. طبعا طبعا انت عارف ان 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 انا ووالدي ووالدتي زمانهم قلقانين عليا جدا. نعم نعم يا اخويا. وبصراحة أنا مش قناني لما أقول لك أخرج أنا، لأن أنت طبعا عارف إن أنا خيبة ولخمة وقعدي هنا مش هيقدم ولا هيأخر. بالعكس هو في الحقيقة هيأخر، عشان أنا ما بعرفش أتصرف، وكمان هتعرف تتكلم، قصدي تعرف تفكر. ها؟ ايه رايك؟ هاي علي. وايه كمان؟ ولما اخرج هروح عندكم في البيت واطمنهم عليك. هاي عبقري. اذا كنت عايزني ابلغ البوليس هبلغ وغيرهم يجوا ينقذوك حالا. وليه بقى انا اللي ما اخرجش؟ ها؟ على الاقل زي ما انت بتقول انا بعرف اتصرف، لكن انت بقى لو خرجت مش هتعمل حاجة مفيدة. أنا بقى هتصرف وأكيد هطلعك من هنا. أيوه صحيح يا فتحي، بس أنت عارف إن والدي. ما أنا كمان والدي عنده القلب وممكن يروح فيها. على قد اللف اللي الواحد بيلفه، لكن الواحد ما قدرش يتأخر عن الساعة 10. وأنا كمان يا فتحي عمري ما اتأخرت عن 9:30. بصراحة بقى ادام انت اللي وقعتني في الورطه دي تبقى انت اللي تقعد هنا. هنرجع للنغمه دي تاني؟ ما هو انت اللي اناني وما بتحبش الا نفسك. انت مش كفايه افكارك الزفت اللي جابتنا هنا؟ عايز تخرج وتسيبني موحول؟ ها مين اللي هيستنى ومين اللي هيخرج؟ انا. لا انا ما تصدقهوش. انا اول واحد اعجب بيكي وحاسس انك في محنه، فطوعت اني اساعدك بدون اي غرض. وتفتكر مساعدتك ليا كانت بدون اي غرض؟ قوليله كان فاكر انك سهله. ومين قال ان انا صعبه؟ انا سهله في التفاهم خالص. ودينا هو برضه عليكم معارض بمنتهى السهوله والكرم. انا انت تسكت خالص. انا يا فندم ما تصدقهوش. هو كل حاجة أنت وعاملني طرطور ليك؟ أنا اللي هخرج. طب قبل ما تخرج بقى أنا مستعد أقتلك وأنا نايمك جنبه. أنا بقى اللي ممكن أقتلك بقى. بس يا رب. أنا فكرت خلاص. محدش خارج منكم. أمال عبيط صحيح. إزاي عايزين تخرجوا والقتيل ده لسه معاكم؟ معانا؟ لما أنتوا عايزين تقتلوه بتجيبوه هنا ليه؟ مين؟ احنا؟ انتوا مش عارفين ان انا واحدة ست وعايشة لوحدي؟ يا ست انت بتقولي ايه؟
احنا انت تقصدي اتنين غيرنا؟ احنا مش احنا. انتوا لازم تقدروا موقفي انا كمان. سمعتي اعمل انا ايه دلوقتي وبيتي قتيل؟ هي مجنونة ولا عايزة تجننا؟ دي عايزة تلبسنا تهمة. اسمع، انتوا لازم تشيلوا صاحبكم ده من هنا وتمشوا حالا. صاحبنا ايوه. احنا جينا هنا اتنين يا فندم. لا تلاتة. امال اللي بيتلقح عندكم ده يبقى مين؟ لا اتنين يا فندم، وهنخرج اتنين. على اي حال انا هبلغ البوليس وهو بقى يشوف اذا كنتوا اتنين ولا تلاتة. بتهددينا؟ اتفضلي بلاف. قوي قوي، حكاية بسيطة خالص. تلاتة حرامية نطوا على الفيلا عشان يسرقوها. بعد ما سرقوها اتخانقوا على تقسيمها. اتنين منهم اللي هم انتوا يعني طمعوا في نصيب التالت. اتخانقوا، ضربوه، موتوه. هادي كل الحكاية. قلتوا ايه يا شطار؟ مش انتوا برضه تلامذة ولازم تسمعوا الكلام؟ على اي حال انا مفيش عليا اي حاجة. الحكاية لبساكم. او ايه تخلصوني من القتيل ده. ازاي يا ستي متصورة ان ده ممكن يحصل؟ الحكاية بسيطة قوي. هو ملفوف في ملاية جاهز، هاتش له قصاد بعض وننزل نحطه في شنطة العربية وندور على مكان امان في النيل وترموه فيه. كل واحد يروح لحاله. ازاي الكلام ده يحصل؟ احنا كده نبقى شركة معاكي في الجريمة. والله بقى انا قلت اللي عندي علشان تخرجوا من هنا. ما عنديش استعداد اتشاور معاكم طول الليل. انا ايه ظفر يا ست؟ استني بس عشان نفهم رايك ايه. انا متهيألي لازم ننفذ كلامها. نشترك في جريمه قتل. ما هو مقتول جاهز، احنا هننقله بس. ما تفرقش. لا تفرق. قلتوا ايه؟
علي دلوقتي لازم يكون كلامنا واحد. انت هتقولهم ايه في البيت؟ مش انا يا علي، احنا الاثنين لازم يكون نفس الكلام. جيت يا صالح يا ضايع؟ بره بره مطرح ما كنت. يا بابا بس اسمعني بس. اسمعك ايه يا فزدان يا كلفان؟ قول يا اخويا بقى، كنت بتذاكر انت وبسلامته اللي اسمه فتحي؟ وبعدين رحنا نذاكر عند واحد بياخد دروس خصوصيه في كله، وعامل ملخصات كويسه قوي، اسمه ابراهيم السعداني، حتى اسال فتحي يا بابا. وبعدين اتأخرنا شوية، أما عنا يوصلنا بعربية، أصلا عنده عربية. وبعدين وإحنا في السكة العربية عملت حادثة وإبراهيم اتعور وودينا المستشفى. أمال إيه حكاية الست اللي مشيتوا معاها من الكازينو؟ لا ده كان قبل كده. واحدة ست قاعدة في الكازن، يا عيني جالها بطء في القلب، فخدناها وصلناها لحد التاكسي زي ما طلبت ومشت. وبعد كده رحنا ابراهيم السعداني. وحادثة ابراهيم دي خطرة؟ كان حاجيله شلل، لكن ربنا ستر. دي كانت ليلة، لكن الحمد لله الحمد لله. اجيب لكم لغه تفطروا بقى، احسن ابوك ما دقش الزاد من امبارح. ولا سوير بنت خالتك كانت هتموت نفسها من العياط من خوفها لا يكون حصل لك حاجه. قلبها ابيض. يا ساتر يا رب. في يا بابا؟ حاسه يا ابني انما شنيعه، واحدة ست قتلت امها واخواتها الاثنين عشان بعد ما مات ابوها اختلفوا عن الميراث. اه من الستات دول حاجة عمرها ما تخطر على بال الواحد ان في واحدة ست ممكن تعمل كده. والله يا بابا في حاجات كتير ما كانتش تخطر على بال الواحد وبرضه بتحصل، ومش بقت تحصل له هو ويلاقي نفسه غرقان في وسطيها، وخصوصا من الستات. قصدك ايه؟ لا 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 انا بقصد يعني عامه يعني. ناقصه عقلي ودين صحيح. لا وعارف المرض ده ايه؟ ايه؟ بقرتين ومعزه. هتنام طبعا ايه؟ لا اصل ميعاد نومي راح. اما اروح اطمن على علي وبعدين احاول انام. وهتطمن عليه ليه؟ هو اللي حصلت له الحادثه؟ لا 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 قصدي يعني ابوه، ما انت متعرف مخه، قصدي متزمت شويه، وبعدين هحاول اذاكر عنده شويه. اسمع يا فتحي يا ابني، مفيش داعي لحكايه المذاكره في الكازينوهات دي. كازينوهات يا بابا؟ لا ده ثبت بالدليل القاطع ان فعلا كلام حضرتك مظبوط، مفيش مذاكره الا في البيت وقدام حيطان اسمنت مسلح عشان ما اشوفش اي حاجه. ربنا يفتح عليك يا ابني وياخد بيدك. طبعا اذنك يا بابا هروح اوضتي. اوعى ما تجيش على الغدا. لا ازاي؟ اهلا فتحي. جه صباح الخير. صباح الخير يا بنتي. فتحي الحمد لله على السلامة. متشكر. ايه في ايه؟ مفيش حاجة، هو يا دوب اتأخرت شوية بس. والسلام عليكم. اهلا يا سهير، تعالي افطري معانا. فطر؟ هو كان فين يا عم؟ قال ايه يا بنتي، واحده ست حصلت لها حادثه في الكازينو فراحوا يوصلوها، وبعدين وهو رايحين لصاحبهم حصلت لهم حادثه. واحده ست؟ يبقى في حاجه فتحي مخبيها
ولازم اعرفها. مالك قاعد زي الست الوالده كده؟ اه عيان. لا دي حالات نفسيه. الموضوع انتهى خلاص. يلا قوم قوم قوم، بلاش تقوم فارغ، يلا خلينا نشوف حالنا. اه انت قلت لهم اللي احنا اتفقنا عليه ولا لا؟ بالحرف. وصدقوك؟ ايوه. خلاص الموضوع كان هنا، شيله من هنا ارمي هناك. ايوه كده يا الف نهار ابيض، دخلتك علينا دخلة الشفا يا فتحي. لا ده بيدلع طنط دلوقتي، يقوم زي الحصان. طب اعمل لكم الشاي. طب اتفضلي. بقولك ايه، احنا لازم نحدد موقفنا حالا. رايك نبلغ البوليس؟ لا مش بالظبط، تقريبا يعني. هي دي فيها تقريبا، يا نبلغ يا لا. اصل في خطوره من ناحيتين، لو بلغنا هيقولوا ده جايز بيغطوا موقفه، غير بقى سين وجيم وتعالى وروح، واحنا مش فاضيين للكلام ده. طب يمكن لو ما بلغناش واكتشفوها هم لوحديهم، يعني عملوا تحريات وجابونا، هنبقى كده مشتركين في الجريمه. ايه رايك نبلغ احسن؟ انا بقول كده. وقوع البلا والانتظاره، وكمان هم برضو يعني مش هيخلصهم ان هم يضيعوا مستقبلنا عشان حاجه زي دي. يا ساذج، من بالك يا اخويا ان هم هيهتموا ولا حتى هيصدقونا؟ مش هيبقى في قدامهم غير جثه واتنين بيعترفوا ويكذبوا في نفس الوقت. احنا نقول الحقيقه زي ما حصلت وهم يتصرفوا، وربنا معانا. طب لو سالونا الست دي اسمها ايه، هنقول لهم ايه؟ ساكنه فين؟ مش انت اللي كنت سايق واحنا رايحين؟ ايوه بس ما اعرفش اروح تاني، لانها رجعتنا من سكه تاني. كل اللي اعرفه انها ساكنه في منطقه مهجوره في المعادي، وشويه معلومات على القتيل نفسه. عن القتيل؟ هاي انت تعرف حاجه عنه؟ شويه. اسمه طه الشندويلي، من المنيا، مواليد سنة 1930. وعرفت الحاجات دي منين؟ من دي. وقعت من الجثة واحنا بنرميها في النيل، بس انت ما خدتش بالك، قلت احتفظ بيها يمكن نحتاج لها. كويسة دي، تنفع اول الخيط اللي ممكن يمشي عليه البوليس. اه ده لو بلغنا. وانت مش ناوي تبلغ؟ بصراحه لا. طوعني وتتحمل مسؤوليه. انا ليه؟ هو انت كل حاجه تعملها وانا اللي اتحمل مسؤوليتها؟ خلاص قرار تبليغ البوليس ده شيله منك خالص، علشان ما ترجعش تقول ان انا وديتك في داهيه. الداهيه دي تروح لها انت برجليك. لا لا خلاص بلاش تبلغ. يلا 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 قوم حضر لنا الكتب، خلينا نقرا لنا كلمتين. بلاش وخم يا اخي، يلا بقى. ايه في ايه؟ ها؟ لا مفيش مفيش. امال يعني واقف عندك؟ اكيد في حاجه. حاجه ايه يا اخي؟ ما علينا. ايه رايك لو بعتنا جواب للبوليس باللي حصل ونمضي مجهول؟ ها؟ والله فكره مش بطاله، بس عيبها الوحيد انها طالعه منك انت، وده بقى اللي يخليني اشك في قيمتها. يا اخي خلينا نتكلم جد شويه. اعرف في مثل بيقول لك ايه؟ شرطه الستات لو صح تجيب 100 سنه لورا. ده بقى لو صح. اما انت بقى شرطك لو صح تجيبنا العصر الفراعنه. ده لو صح. مليني بس مليني. نجرب. احنا نقول ان في فيلا. استنى استنى استنى، ما تكتبش، استنى. ما معناه ان في يوم كذا شاهدنا اتنين بيرموا جثه في النيل. اه وقول اسم اي حد علشان نبعد الشبهه. وان كان في ست بتهددهم بمسدس ومشي، وكان واضح ان الست دي هي اللي اجبرتهم على كده. وتوصف الست دي بالظبط. كويس كده؟ لا مش كويس،
ده واضح 100% ان الجواب ده هما اللي كاتبينه الاثنين. وبعدين الشاهد اللي شاف الحادثه ليه ما يروحش يشهد بنفسه اذا كان عايز يخدم العداله؟ ما هواش فاضي. طب ليه ما كتبش اسمه وعنوانه؟ ها الخط ده ممكن يوصلوا لنا عن طريق الخط، مش بعيد يوصلوا لك ان انت بالذات اللي كتبت. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا كده يا فتحي مش عارف اركز ولا ذاكر ابدا، انا عارف نفسي. طب اهدى اهدى اهدى، احنا بس اعصابنا مشدوده. اسيب حاول تنام يمكن تهدى. ها الله، انت مستنياني بقى؟ ايوه. خير فتحي، انا عايزه اروح الكازينو اللي كنتوا بتذاكروا فيه. ليه؟ اشوفه. يا سهير، ده وقت المذاكره وانا تعبان والامتحانات زي ما انت عارفه. دقايق بس وانا معيش فلوس. انا معايا. يا سهير، انت لما بتعوزي تتفسحي مش بنتفق قبليها بيومين ثلاثه؟ وهي دي فسحه؟ امال ساعه عمل عشان الست بتاعت الموضوع. اياه ايه؟ يلا بس لحد الناس بصلنا. اهو يا ست كده رخيص وكويس وبناس. جاسون، اتنين ليمون لو سمحت. لكن قولي لي بقى، ايه اللي تعرفيه عن الست دي؟ اسمع يا فتحي، انا بنت خالتك وخايفه عليك وعايز اعرف منك كل حاجه. يعني ما تعرفيش اي حاجه؟ شكرا. بصراحه كده انا سمعت كلمتين من عمي واتضايقت. شوف يا ستي، الموضوع في منتهى البساطه. صارحني يا فتحي، انا كده حاسه بقى انك كذاب. انا كذاب؟ شوفي انا لا اقبل. طب خلاص مصدقاك. بس طيب اسمع يا فتحي، انا عايزه اروح ازور صاحبك ده اللي حصلت له الحادثه. مين؟ ابراهيم سعداني؟ طبعا. مش المفروض تكون جنبه دلوقتي؟ لا مش المفروض، عشان ده وقت مذاكره. ثم اهله خدوه من المستشفى، نقلوه مستشفى خصوصي. اصلهم مبسوطين يعني. شوفي بقى، انا مش عايز تحقيق، يا تصدقيني يا ما تصدقينيش. كرسون الحساب. مش كنت بتقول معاكش فلوس؟ طب يلا بينا علشان بابا قال لي لازم اكون على الغدا. ها كداب، لكن انا وراك يا سي فتحي، ورا الست دي لغايه اما اعرف ايه الحكايه بالظبط. لا مش انا اللي ينضحك عليها. ازيك يا خالته ام علي؟ اهلا يا حبيبتي. اهلا. تعالي يا حبيبتي اتفضلي. هو علي هنا؟ ايوه هنا. اصل فتحي بعت لي عشان اقول له يجيب كتب الرياضه ويروح له البيت. انا كنت رايحه بس احنا ما اتفقناش على الرياضه. ازيك يا سهير؟ عندي ايه في المدرسه؟ كويسه. يلا بينا. طيب انا خارج يا ماما. يا ابني استنى، ايه قله الذوق دي؟ مش هم اعمل لكم الشاي؟ علي، فتحي بيقول لك روح له الكازينو علشان في اخبار عن الست. اياه. ايه هو قال لك؟ فتحي ما يخبيش عني حاجه. اروح له امتى طيب؟ دلوقتي، هو مستنيك هناك. طيب انا خارج يا ماما، عايزه حاجه؟ يا ابني استنى يا حبيبي لما توصل سهير. لا يا خالتي، خليه هو يسبق
وديني قاعده معاكي شويه. طب بس اوعى تتاخر، احسن المره دي ابوك مش هيفوتها لك. طيب يا ماما. هما هيتاخروا فين يعني؟ ما هو كله في المذاكره. دول باين عليهم بيذاكروا مذاكره. لو سمحت افندم، فتحي ما جاش هنا النهارده؟ كان هنا من شويه ومعاه واحده وخدها ومشي. واحده حلوه الحكايه اللي عملناها في الواد علي ده، هيتروش ومش عارف يذاكر، اكيد هيسقط السنه دي. فتحي هيتاخر شويه وقال لي اجيلك علشان ما تقلقش كده برضو. يا علي ده انتوا كبار وعقلين، حته ست تعمل فيكم كده؟ فتحي هو المسؤول. لكن هو بيقول انت ازاي بقى؟ والله العظيم ده هو. انا سمعت الحكايه من وجهه نظر، لكن احب اسمعها منك انت عشان اعرف بالظبط مين فيكم المسؤول. شوفي يا ستي، نسيت الحكايه كلها. اهلا يا فتحي. اهلا يا فتحي، حكيت لها يا فالح استغفلتك. الله، هي ما كانتش تعرف؟ لا، وعملت الحكايه دي كلها علشان تعرف منك. لما اتاخرت عليا رحت لك البيت، ما كانتش ممكن تطلب منك حته تقعدوا فيها الا هنا. في 100 حته، لكن انا كنت عارف انك هتيجي لاني عايزاك تيجي. كده برضه يا سهير تستغفليني؟ لمصلحتكم. انت برضه من عيني فتحي. ايوه فتحي كده غويط وحويط وما جمع لما وافق. الست لما تحب تعرف حاجه وخصوصا عن راجل يبقى اكيد هتعرفها. وانا رايي بقى في الموضوع ده انكم لازم تروحوا البوليس فورا وتبلغوه بكل حاجه، لان الكذب ملوش رجلين والحقيقه لازم هتظهر في يوم من الايام. انا قلت له كده، لكن هو مش عايزين نخش في مشاكل يا سهير. مفيش مشاكل اكتر من اللي انتوا فيها فعلا. طب سيبيني افكر بس. مفيش حاجه اسمها افكر، ومفيش سكه من سكتين، هي سكه واحده، يا اما هتروحوا تبلغوا بنفسكم يا اما انا بنفسي اللي هبلغ. وانا لازم بقى انفذ كلامي. كويس، طلعوا رجاله ومفيش حد منهم بلغ. كل الكلام اللي قلتوه ده كويس، بس انا ليا سؤال. اتفضل يا فندم. وعايزكم تجاوبوني بمنتهى الصراحه بصرف النظر عن ان انا رئيس المباحث، انتوا بتاخدوا حبوب سهر؟ لا. طب وش معنى انت اللي جاوبت على السؤال؟ اصل احنا بنذاكر مع بعض يا فندم. وليه السؤال ده بقى؟ اخ، ما هواش مصدقنا. خليكم معايا، اتنين شبان زيكم متعلمين وفاهمين الدنيا كويس يجوا يحكوا لي حكايه غريبه زي دي، هل دي حاجه تخش العقل برضو؟ وهو حضرتك مش مصدقنا يا فندم؟ مش مساله تصديق، انا عايز الادله الماديه. الكلام اللي انتوا بتقولوه ده يا ولاد ده كلام في منتهى الخطوره، ده يشكل جنايه. قتيل انتوا ما تعرفوش عنه حاجه في بيت ما تعرفوهوش، اشتركتوا انتم الاثنين ورميتوه في النيل مع واحده ست ارغمتكم انكم تعملوا كده تحت تهديد السلاح، وحتى ما تعرفوش اسمها. ده كلام معقول ده يا جماعه؟ طب كنا نعمل ايه يا فندم؟ تسالوها عن اسمها؟ تعرفوا العنوان؟ هي في منطقه المعادي. شارع ايه؟ نمرة كام؟ اسمها ايه؟ ولا هنروح ونقول يا معادي؟ الفيلا يا فندم كان ليها سور اخضر كبير كده وكان فيها تليفون. فيه 1000 فيلا في المعادي
لها سور اخضر كبير كده وفيها تليفون. انا معايا دليل مادي. ايه دي بطاقة مين دي؟ بطاقة القتيل طبعا. بطاقة القتيل؟ ايوه فندم. وقعت من جيبه واحنا بننقله. على العموم مش بالضرورة تكون دي صورة القتيل، انما على العموم حاجة تقدمنا لقدام. دلوقتي انا اقدر انفي عنكم تهمة الهلوسة، لان الهلوسة مش ممكن تجيب بطاقات. انا هعديها لهم علشان يفحصوها. قلت لي العربية لونها ايه؟ بيضة يا فندم. وهي قالت لي انها هتتخلص من نمر العربية والعربية نفسها. الست دي كان سنها قد ايه؟ هي اكتر من 30 واقل من 40. الو فؤاد، اسمع، انا عايزك تشوف لي في دفتر الحوادث اذا كان في حالة غياب شخص اكتر من 40 سنة خلال الاسبوع ده. لا يا فندم، كلهم اولاد وبنات اقل من 18 سنة. طيب ابعت لي حد يفحص البطاقة اللي عندي. شكرا. هلا يا فتحي. ايوه فندم. هي حلوة؟ هي من ناحية حلوة حلوة. هو فندم ودانا في داهية غير الجارية وحلوتها. على العموم كويس جدا انكم بلغتوا. يا ريت كل الناس يعملوا زيكم كده، بدل السلبية اللي هم عايشين فيها، واللي يقول انا مالي واللي يقول انا ماليش دعوة. انما جايز تكون مراقباكم، خلوا بالكم. يا فؤاد خلوهم يروحوا، بس خد العناوين بتاعتهم يمكن نحتاج لهم في حاجة، وحط عليهم حراسة غير منظورة. تعرف انكم جيتوا علشان تبلغهم، فيحاولوا انهم يتصلوا بيكم. ده يبقى خيط كويس. سيادتك يا فندم بتتكلم عنهم، واحنا بنقول انها ست. تفتكر حضرتك انها عصابة؟ انت طاقة شندويلي؟ ايوه يا فندم. نزل خدمه. اتفضل معانا 5 دقايق. وانا عارف بقى 5 دقايق بتوع الحكومه دول هيطلعوا قد ايه. اتفضل معانا بلاش هلبة. طيب خلاص ادخل. انا مطلوب في حاجه يا سعاده البيت. انا بدفع كل شهر بشهر يا سعاده البيت، وادي حتى اخر وصله يا سعاده البيت. ايه ده؟ أجرة البيت؟ لا يا سعادة البيت، ده وصل النفقة، وهي ماضية عليه تحت هو يا فندم بخط ايه؟ هو انتوا كنتوا متجوزين؟ وعندي منها اولاد يا سعاده البيه. انها بقى الاسم ونصيب، وانا كنت مظلوم وياها يا سعاده البيه. حكم الستات دول فيهم ضلع اعوج يا سعاده البيه، وهي بقى كانت باصه في العلالي فوق يا سعاده البيه، عايزه يبقى لها فيلا وعربيه، وما يهمهاش اذا كان من الحلال ولا من الحرام. وانا بقى راجل مصلي واعرف ربنا كويس يا سعاده البيه، انما كل شيء نصيب وكل واحد راح لحاله، بلاش نجيب سيره الناس. انما تجرجرني هنا تنديني بس يا سعاده البيه. اتفضل اقعد استريح. شكرا يا سعاده. شكرا يا بيه، كده كويس. اتفضل اقعد. شكرا يا بيه، شكرا. طب قول لي، انتوا كنتوا متجوزين بقالكم قد ايه؟ 10 سنين يا سعاده البيه. طب ليه الطلاق اذا كان في اولاد كمان؟ انا قلت لحضرتك النصيب يا سعاده البيه، وهي كمان ما كانتش راضيه بالعيشه. وليه ما كانتش راضيه بالعيشه؟ اصلها يا سعاده البيه شايفه نفسها حبتين، وبتسمع بقى كلمه من ده وكلمه من دي، انت حلوه، انت جميله، انت خساره فيه، اتغرت في روحها. وتلموا عليها ولاد الحرام، الله يجازيهم. هي كانت متعلمة؟ متعلمة ايه يا سعادة البيه؟ دي بتقرا اسمها بالعافية، دي اتعلمت تمضي علشان تقبض النفقة، وهي دلوقتي مش محتاجة للنفقة ولا حاجة، إنما تتمنى إن أنا ما أدفعش عشان تحبسني، كده النساء يا سعادة البيه.
قل لي انت اسمك ايه بالكامل؟ طه محمود الشندويلي. منين؟ من المنيا اصلا يا سعاده البيه. مولود سنه 30. ايوه سعاده البيه، هو العمر بيجري زي الاكسبريس. البطاقه دي بتاعتك؟ ايوه يا سعاده البيه، دي بطاقتي القديمه اللي سرقت مني، بس انا عملت غيرها. مرتك كان اسمها ايه؟ بطه يا سعاده البيه. لا انا عايز الاسم الرسمي بالكامل. فاطمه حسن عبد الغفار. فاطمه حسن عبد الغفار. طب قول لي بقى بطاقتك اتسرقت ازاي؟ اقول لك يا سعاده البيه، اصل انا ولا مؤاخذه كنت بشتغل موظف في المطابع الامريه، وبعدين نقلوني اداره التقاوي فرع ابو حمص. وسعاده البيه ده الكلام ده بعد على طول ما طلقت فاطمه. دخل الطلاق بالنقل؟ ايوه انا هقول لسيادتك يا سعاده البيه، اصل بقى فاطمه تبقى بنت اخت رئيس الحركه في ورش المطابع. انت هتقول لي تاريخ حياتك يا طه؟ انا بسالك البطاقه دي اتسرقت منك فين؟ سرقت مني وانا مسافر يا سعاده البيه، وانا رايح ابو حمص. سرقت مني في القطر. طب بص، دي صورتك؟ لا يا سعاده البيه، الصوره دي مش صورتي، انما البطاقه دي بتاعتي. انا عارف، اصل اللي سرق منك البطاقه شال صورتك وحط صورته، انما انا عايز اسالك ما شفتش الشخص ده ابدا قبل كده؟ ولا عمري شفته يا سعاده البيه. قول لي يا طه، تعيش مع مين؟ عايش مع الولاد وامي. مالكش اعداء؟ لا يا سعاده البيه، انا لا ليا اعداء ولا خصوم، انا راجل عايش كده على هامش الدنيا. طب استنى بره شويه، يعني اقدر اروح يا سعاده البيه؟ انا قلت لك استنى بره شويه. حاضر. ايه رايك؟ ما عندوش اي فكرة. انما انا بقى عندي فكرة. الضابط فؤاد اتصل بيا وقال ان القضية معاه وجايين في السكة. أنا نزهتلكم علشان تتعرفوا عليها. الحمد لله يا فندم اللي ربنا وفقكم. ادخل. القضية يا فندم. خليها تدخل. هي دي يا فتحي؟ لا يا فندم مش هي. ها؟ مش هي يا فندم. يبقى مفيش بقى غير اننا نقلب المعادي حته حته لغايه ما نعطر على الست دي. الو، هاي كده. طيب انا جاي حالي. الله، فين البلوف؟ سبته في العربيه. اسفين على الازعاج. اي خدمه؟ عايزين ندردش معاك شويه. بخصوص ايه؟ حضرتك صاحب الفيلا؟ اي مباحث. مباحث؟ ليه؟ لا مش هناخد من وقتك كتير. اسمح لنا. اهلا وسهلا. اتفضل. على المؤاخذة أنا آسف قوي، المكان أصله مقفول ومعفر. أصل إحنا بقالنا برا مسافرين مدة طويلة، حوالي 4 شهور تقريبا.
الحمد لله على السلامة. ورجعتوا بقالكم كام يوم؟ قول كام ساعة؟ حضرتك شايف ان الشنطة هي زي ما هي. ده احنا وصلنا المطار الساعة 2 صباحا. على ما جينا هنا كانت الساعة بقت 6 الصبح. قلت يعني اخطف ساعتين انام واريح جسمي فيهم. وسبت كل حاجة زي ما هي. وبعدين اتضح يعني ان كان لنا شنطتين هيوصلوا على طيارة تانية حوالي الساعة 1 الظهر. ما قدرتش بقى استنى وقلت اريح انا وهو يروح يجيبهم. هو مين؟ البواب. افهم من كده يعني ان الفيلا كانت فاضية؟ لا فاضية ازاي، كان فيها البواب بيرعيها وبينظفها، ولو انه ما نظفهاش كويس زي ما حضرتك شايف. لكن اعمل ايه بقى، كفاية انه واخد باله منها. لا ويظهر انه مش واخد باله قوي. ازاي؟ اصل الاتنين دول في واحد سمسار قال لهم ان انا عندي فيلا مفروشة وحب اجرها لهم، وبعدين جابهم وفرجهم على الفيلا دي او فيلا تانية مش عارفين لسه. ايوه فندم، بس ده المدخل واضح قوي، يعني ممكن يميزوا اذا كانت هي ولا مش هي. ايوه بس كان الوقت ليل، الدنيا ضلمه، وما خدوش بالهم من نمره الفيلا، وبعدين هم مش من المنطقه دي فتاهوا، والراجل السمسار خد القرشين منهم ومشي. بس الفيلا دي ما مش بتتاجر مفروشه، دي بتاعتي انا ساكن فيها. طب ممكن نلف شويه في الفيلا؟ اتفضلوا. ممكن نشوف الاوضه دي لو سمحت؟ ممكن. طبعا قوي قوي. اتفضلوا. بعد اذنك. ايه يا فتح؟ هو ده المكتب يا فندم. انت متأكد؟ زي ما انا شايف حضرتك كده. والجثه يا فندم كانت هنا ورا الكنبه. وانت يا علي؟ هي يا فندم، وده نفس المكتب. تفضل. اي خدمه تانية؟ ممكن تشرف معانا انت والست. الست؟ لا الست مش موجوده دلوقتي. كده؟ طب يا فؤاد خليك معاه، اما توصل الست هاته هو وهي والبواب. حاضر يا فندم. يلا يا اولاد. ممكن اغير هدومي؟ اتفضل. في ايه؟ مباحث. ايه؟ انا انكرت انك موجوده. خلي بالك انا عارف بهدلتهم كويس، لغايه ما اشوف هعرف اتصرف معاهم ازاي. وما تنزليش، في ضابط تحت مستني عثمان. الشنطة استان. قابلته تحت؟ ساعة البيه؟ لا انا اصلي جيت من الباب اللي وراني. جبت الباسبور؟ ايوه هاني، اتفضل خليه معك. حاضر. باين عليك بوظت الدنيا.
هو ده الاتفاق انك تفتح عينيك؟ ليه يا هان؟ انا العين بتاعي كان مفتوح الاخر وما حصلش حاجة ابدا. طيب طيب انزل المباحث تحت وما تقولش ان انا هنا. نعم مباحث وتحت وكمان ما قولش. انت جيت امتى؟ دلوقتي يا فندم. دخلت منين؟ من باب الوراني. ليه؟ اصل قريب وكنت شايل الشنطة. والست هاني شفتها؟ لا ما شفتهاش، ما فيش حد فوق. طب تعالى معايا. حاضر. انا يهمني نتيجة فحص الاحوال البدنية، هي اللي هتوصلنا لمعرفة القتيل، ولما نوصل لمعرفة القتيل هنقدر نعرف القاتل وقتله ليه. وأول ما نتصيني أصروا على الجثة في النيل اديني خبر. شكرا. تفضل. وأرجوك ما تسيبش البلد لغاية ما ننتهي من التحقيق في القضية دي. حاضر. السلام عليكم. البوابة يا فندم. هاتوا حالا. نعم بيه. تعال يا ريس الخير. نعم بيه. انت اسمك ايه؟ اسمي عثمان عباس عثمان محمود عثمان خليل عثمان علي عثمان ابراهيم. منين يا عثمان؟ من ابهور من النوبة يا بيه. طب خد نفس. انت بقالك كتير بتشتغل في الفيلا؟ 10-20 سنة ما تعدش. في حد غيرك بيشتغل معاك؟ لا يا بيه. هو صاحب الفيلا سافر فين؟ بلد كده اسمه اوروبا يا بيه. اوروبا؟ ايوه. من كام شهر؟ يعني قول كده 2-3 شهور. قول يا عثمان. نعم. هو صاحب الفيلا متعود يأجرها مفروشة لما يسافر؟ يأجرها مفروشة؟ لا يا بيه، ده راجل مقتدر وغني، وغير كده ما يحبش حد غريب ينام على فرشته. يعني ما قالكش أجرها؟ لا يا بيه. غريب. امال ازاي كان فيه ناس ساكنين في الفيلا قبل 3 أيام من وصول صاحبها؟ لا يا بيه دي كانت مقفولة. لا أنا بقول يعني يمكن انت رحت كده ولا كده ودخلوا من غير ما تشوفهم ولا حاجة. اروح فين بس يا بيه؟ ده انا بنام في اوضة قدام باب السلم. قول يا عثمان. نعم. انت متجوز؟ ايوه، بس واخد لهم اوضة فوق السطوح العمارة اللي قدام مننا، علشان الست مرات البيه قال ما بتحبش الدوشة بتاع العيال. انت راجل طيب وابن حلال يا عثمان، انا عايز اساعدك. الله يخليك. عايزك تقول لي الحقيقة علشان ايه؟ ما تحملش اي مسؤولية. مسؤولية ايه يا بيه بس؟ هو انا لا سمح الله يعني سرقت ولا قتلت؟ هو حد جاب سيرة القتل؟ انا سمحت يا بيه. سمعت ايه؟ سمحت ان انتوا بتدوروا على قتيل. بالظبط كده. وعلشان كده يا عثمان لازم تقول لي الحقيقة، يا اما هتكون انت القاتل. انا ما اعرفش حاجة يا بيه. طب قول لي يا عثمان، لما شفت العربية البيضة اللي فيها الست والراجل عملت ايه؟ ربنا يخليك يا عبد البيت. شوف يا عثمان، أنا لحد دلوقتي عايز أساعدك، ما زعلنيش منك.
انا قلت الحقيقه يا بيه. لا مش هي دي الحقيقه. التحريات بتقول ان انت لك بنت اتجوزت الجمعه اللي فاتت. حصل يا بيه حصل، بس ده دخله ايه في الموضوع اللي احنا فيه؟ بالعكس ده له دخل كبير يا عثمان. ما علشان تحضر الفرح لازم تسافر، لان العريس من النوبه والفرح هيتعمل هناك كده ولا ايه؟ ايوه يا بيه مش كده؟ وعلشان تسافر لازم يكون معاك فلوس، انت بقالك مده كبيره ما رحتش البلد، ولازم تبين قدام العريس ان انت مبسوط. الحمد لله يا بيه. وعلشان يكون عندك فلوس تعمل ايه يا عثمان؟ اعمل ايه؟ اقول لك انا تعمل ايه. تأجر الفيلا وتاخد الفلوس تحطها في جيبك وتصرف بيها امورك، ولا من شاف ولا من دري. دي بقى ما حصلش يا بيه. عثمان انا لحد دلوقتي بساعدك، ما تزعلنيش منك. يا بيه انا سافرت تعالي يوم الفرح على طول، ثم كمان يعني البيه مستعملنا على الفيلا اقوم اجرها من وراء دي كلام يخش المخ. ما هي يا عثمان انت ما اجرتهالوش، انت اجرتها لمصلحتك انت. شوف التحريات اللي عندنا بتقول ان في سمسار جالك وعرض عليك انه اجر الفيلا وهو هيأجرها لحسابه. انت شاهد في العمليه مالكش اي دعوه، بس لازم تقول الحقيقه، يا اما يا ابن الناس رجلك هتيجي في الخيه وهتبقى انت القاتل. يا بس دي تبقى خيانه يا بيه. متخافش يا غلط، غلطه صحيح، انما صاحب البيت راجل طيب، ولما يعرف ظروفك هيغفرها لك. الدنيا بخير يا عثمان. يا سعادة البيه والله العظيم البيه بيسافر كل سنة وبيسيب لي الفيلا، وعمره ما حصل الحكاية دي. انما بقى المرة دي حصلت، وانا هجيب لك السمسار هنا علشان يحط عينه في عينك ويقول لك ان ده حصل. يا فؤاد تعال لي شوية. اهو انت اصل راسك ناشفة، انت فاهم ان انا بضحك عليك؟ انا قلت لك ان انا عايز اساعدك بس علشان تتكلم. يا فؤاد قول له السمسار قال ايه؟ قال انه اتفق مع عثمان انه يأجر الفيلا بمعرفته ويديله حقه منه له. شفت؟ لحسن كنت فاكر ان انا بضحك عليك، دي معلومات مؤكدة مش زي ما انت فاكر. اخ يا ابوي هو السلبوني قال لكم؟ امال انت فاكر ايه؟ يلا بقى ما تتعبش سعادة البيه، قول له على كل حاجة عشان يساعدك. اقعد يا عثمان. اقعد يا بيه، احنا تعبناك معانا قوي يا عثمان. اقعد. شوف يا عثمان، انا عايزك تقول لي على كل حاجه بصوت، لان الراجل السمسار كذب في كل اللي قاله. احنا عايزين نعرف الحقيقه منك انت. بصراحة بيه أنا عمري ما عملتها، بس السلمون قعد يزن على نفوخي. عثمان دول أريسة وأروس يا عثمان، عثمان دول هيقعدوا 15 يوم بس يا عثمان. عثمان لا من شاف ولا من دري يا أبو أفار. وبعدين أنت يعني بصراحة محتاج لفلوس علشان تسافر البلد والبنت عايز تتجوز. والسمسار ده تعرفه منين؟ أسعد فيه ده معروف المعادي كله. والعروسة والعريس شفتهم لما جم؟ ايوه اول يوم، وبعد كده سافرت على البلد على طول. هما مشوا امتى؟ افتكر يا بيه قبل البيه بتاعنا بيجي بيوم واحد. هسألك سؤال وتجاوبني عليه وفكر شوية. ايوه لما جم ماشيين ايوه
خرجوا هما الاثنين مع بعض هي وهو؟ لما جم بالشكل. ايوه افتكرت. الست هانم خرج لوحده وكان شايل شنطه كبير، حتى انا كمان اللي شلت له الشنطه وحطيتها له في الشنطه بتاع العربيه. يعني لو شفتها تعرفها؟ لا اعرفه، ده انا اعرفه من وسط 100، ده انا طلعه وانا مغمض. يا بيه مين بيه؟ هتعملوا فيه ايه يا بيه؟ ده انا قلت الحقيقة. ما تخافش، محضر سوار وهتروح طوال. طيب. بعد انا عايزك تجيب لي الصرصار. حاضر. وعايزكم تطبعوا لي نسخ من صور الجثه اللي لقيوها في النيل. ايه اخبار فتحي وعلي؟ مفيش جديد يا فندم، والمراقبه مستمره. اعملي معروف يا هانم. اخرس يا خاين، لكن انا رايي ما تطردوش دلوقتي، احسن يعمل لنا شوشره اكتر من اللي عاملها. مش يمكن هو المجرم وبيكذب زي ما كذب علينا؟ على رايك. انا رايي استنى، يمكن البوليس يعوزه. يا ريتهم يشنقوك ويريحوني منك. اذا كان ده يرضيك يا هانم، عيالي لهم رب اسم الكريم. يعني بلغوا، بقوا مصدر الخطر الوحيد عليا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. قاعده ارشميدس، اذا طفى جسم فوق سطح سائل، 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 فانه يلقى دفعا من اسفل الى اعلى، 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 فانه يلقى دفعا من اسفل الى. انت علي؟ ايوه. رئيس المباحث عايزك انت وفتحي. في حاجه مستعجله ومهمه جدا. طيب روح انت وانا هغير هدومي واجي حالا. ما تاخرش. حاضر مستنيك تحت. حاضر. على طول يا اسطى. ده احنا فوتنا الاسم. مش هنا، في مكان قريب. انما انت ما قلتليش احنا رايحين فين. هو معقول كنت اقول لكم قدام السواق ان سعاده البيه قبض على الست اللي قتلت الراجل في شقه مفروشه وعايزينكم تتعرفوا عليها؟ صحيح. الله. طبعا صحيح، ده سعاده البيه من يوميها ما نامش. يلا. الله. امال امال هم فين؟ ده كمين يا عالف. كمين؟ ولا كلمه. اه لما في حصلت حاجه في اثناء ورديتك؟ لا يا فندم، مفيش حاجه حصلت لغايه ما سيادتك بعت الشويش وخد فتحي ومشي في تاكسي. شويش تاكسي؟ خد فتحي؟ انا ما بعتش حد. اه يا فندم، واحد شويش جه وخد فتحي ومشي، حتى انا خدت نمر التاكسي. اكيد الست لها علاقه بالموضوع ده. اسمع، هات عثمان البواب حالا دلوقتي. نمرة التاكسي كام؟ 52372 اجر الجيزة.
تمام، ايدك على المعلوم. اسمع، انا عايزك تحبسهم 24 ساعه بس ما فيش غيرهم لحد ما اخد التاشيره وسافر بره. احسن لو بوليس مسكني هيتعرفوا علي. تحت امرك يا مدام، مع الف سلامه. كده طب اتفضل. ايه يا بيه الست بتاعت الفيلا اهي. ايه في ايه؟ فين فتحي وفين علي؟ ما شفتهمش. مين فتحي ومين علي؟ مين فتحي ومين علي؟ تعالي معايا وانا هعرفهم. ودلوقتي بقى بعد البواب ما اتعرف عليكي، قولي لنا خطبت فتحي وعلي ليه؟ انا ما خطبتش حد. انت متهمه بقتل واحد ورمي جثته في النيل، واستعنت على كده بفتحي وعلي، والبواب شهد عليكي. انا ما قتلتش، ما قتلتش. احنا عايزينك بقى تقولي لنا ايه اللي حصل بالظبط، وايه دور فتحي وعلي في الموضوع. انت متهمه بقتل واحد، انها بعدين هتبقى متهمه بقتل ثلاثه. أنا هحكي لك كل حاجة. ما كانش ممكن أختار الشخص المناسب اللي أخليه يقوم بالعملية دي من الشارع أو السينما. كنت محتاجة مكان هادي أدرس فيه أنسب الشخصيات اللي ممكن أأثر عليهم. كان في رجالة كبار ما كانوش هيصدقوني، ممكن يفتكروا دي وسيلة جديدة علشان أتعرف بيهم، وأنا مش كده. ولقيت شاب لوحده، لكن ده أكيد مستني خطيبته، ومهما عملت ما كانش هيسأل فيا. حسب تيجي خطيبته وتلاقينا مع بعض تفتكر حاجة تانية. كان في واحد بس هو اللي ممكن يصلح للمهمة دي. كنت متأكدة ان اول ما يشوفني محتاجة مساعدة مش هيتأخر، لكن خفت لما يواجه المشكلة الحقيقية ويشوف مسدس مرفوع في وشه وجثة قدامه لازم ينقلها. خفت يطب ساكت، يكون عنده القلب او اعصابه خفيفة، وبدل ما يكون عندي جثة واحدة عايزة اتخلص منها يبقوا اتنين. ولقيته شابين صغيرين قاعدين بيسكروا، وكانت الشروط متوافرة فيهم: السن الصغير، بيحب المغامرة، بتهيأله انه بطل، وراجل شاهد. لكن مين هو الشخص القتيل؟ وليه قررت انك تقتليه؟ يا حبيبتي، ما اقدرش اقول لك كل شويه ان انا بحبك، لان انا فعلا بحبك، لكن تكرار الحكايه دي برضه هيفقدها معناها. انا بحبك وخلاص، انتهت الحكايه دي. تنتهي ازاي وهي كل عمري؟ اشمعنى انا بحبك ودايما بقولك بحبك؟ وبعدين اصلا انا بصراحة متضايق، مش عارف اتحرك في السوق. كل ما عوز فلوس اجيلك تكتبي لي شيك اروح اصرفه من البنك. ياما صفقات ضاعت مني بالشكل ده، والسوق عايز حرية حركة. خلاص
بكره يا حبيبي لما نتجوز فلوسي كلها هتبقى تحت امرك. الشيكات برضو؟ امال عايز ايه؟ من غير ما تزعلي. انا رضاك عندي هو الشيء اللي يهمني. تسحبي كل رصيدك اللي موجود في البنك وتضيفيه على رصيدي. فلوسك معروفة وفلوسي أنا كمان معروفة، وبكده أعرف أتحرك في السوق. أصل الوقت النهاردة مش من ذهب، ده بقى من بلاتين. طيب خلاص أما نتجوز يا ستي. تاني فضل شهر ويبقى فات على وفاة المرحوم 3 أشهر. كفاية بقى، مش حاضر أستنى أكتر من كده. طيب خلاص. طب امتى؟ ها؟ بكرة. بكرة. طب انا همشي دلوقتي. اقعد شوية. معلش عندي شغل مستعجل قوي. امرك. بكرة الصبح اروح البنك، اذا كنت حطيت الفلوس حجيلك بالليل، إذا ما كانش نخليها السبت. لا بكرة أحسن، أنا تعودت أشوفك كل يوم ما أقدرش. طيب سلام. بقول لك إيه، حاسبي عشان ما معيش فكة. حاضر. أنا نص ساعة هعمل صفقة مع الخواجة وارجع لك على طول. نص ساعة. واللي استأذن مني نص ساعة علشان يقابل الخواجة، واللي اديته كل ثروتي عشان يعمل بيها مشروع، كان بيتجوز فلوسي. انت الدرجة دي تستخفيني؟ ثروتي ضاعت، ازاي انقذها؟ لازم احط اعصابي في الثلاجة وافكر كويس. وبعدين حلو، انا عرفت انك اتجوزت. ايه؟ هدي نفسك بس واقعد. أنا كنت فاكر إني مش عارفة، لكن أنا عارفة. جايباني؟ أيوة جايباك، علشان تشوف الفيلا اللي كنا هنقضي فيها شهر العسل سوا. أنا غصب عنك مش كده؟ الحقيقة يعني ظروفي. أنا أفضل مستنياك وملطوعة وأنت بتتجوز يا حلمي. اصل يعني كان لازم اعمل كده. ليه كان لازم؟ شغل. خلاص هي كل حياتك صفقات؟ اصل يعني انا كمان كنت صفقه، فضلت ورايا لحد ما خدت ثروتي كلها، بعد كده رحت ادور على صفقه تانيه. كنت فاكر ان انا مش عارفه، أول ما اتصلت بيك فرحت وقلت وراي عمارة ولا أرض. انت دلوقتي عايزة ايه؟ ولا حاجة يا حلمي، ولا حاجة. انت دلوقتي انسان متجوز، انا كل اللي عايزاه فلوسي. معيش. طيب اكتب لي بيهم شيك او وصل. ما اقدرش اروح اكتب اي حاجة على نفسي، خلاص انا حديهم لك. انت هنا؟ طب وايه اللي يضمن لي؟ كلمتي يا روح قلبي ضمان. كلمتك؟ حبك ليا مش كان كلام؟ وعودك ليا مش كانت كلام؟ والله بقى انا كده
حلمي، حلمي أرجوك، أنا هعيش بالفلوس دي، أنا ماليش في الدنيا أي مورد تاني. على إذنك تعال هنا، أنت مش هتخرج من هنا إلا بعد ما أضمن حقي، أنت فاهم؟ بقولك إيه، أنا هخرج يعني هخرج. ها؟ قلت لك همشي يعني همشي. طب وبطاقة طه الشمداويلي؟ بطاقة مسروقة حطيتها مع الجثة للتضليل. كل ده من الغلطة الأولانية، الارتباط بشخص غير مناسب. حسيت إني غلطانة، حبيت تصلح غلطتك، قمت صلحت الغلط بغلط، وبقت كل تصرفاتك غلط في غلط في غلط. انت لو كنت اتصلت بالبوليس كان خدلك حقك وكانت فلوسك رجعت لك تاني، اديك كنت هتكون السبب.